على 3 محاور باتجاه الأحياء الشرقية للموصل، واصلت القوات العراقية محاولتها للتوغل في عمق المدينة بعيد انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش. المدنيون هموا بالخروج من مناطق الاشتباك، كما هو الحال هنا في حي الانتصار شرقي الموصل، بينما تجحفلت القوات المهاجمة في عرباتها المصفحة مع تصاعد أعمدة الدخان وسماع إطلاق نار. باشرت قطاعات فرقة الرد السريع بالتجحفل باتجاه حي الانتصار. تم تحرير جزء كبير من حي الانتصار في هذا اليوم، وإن شاء الله في باقي الأيام راح تكون هناك العمليات مستمرة لحين تطهير آخر شبر من مدينة الموصل وأرض العراق. القيادات العسكرية أعادت نشر آلاف من قوات الجيش والشرطة من الضواحي الجنوبية للموصل نحو الجنوب الشرقي، ودخلت بضعة أحياء، بينما تقدمت قوات مكافحة الإرهاب في حيي القدس والكرامة بعد وصول التعزيزات. معاناة المدنيين تمضي بالتوازي مع المعارك، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح 114,000 شخص حتى الآن من الموصل. النازحون تجمعوا من قرى تلكيف والقوسيات وسعدة لركوب الحافلات إلى المعسكر بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في مناطقهم. والله الوضع المأساوي، نوبة عن الوضع مو زين، يعني المواطنين تأذوا، دمرهم الدواعش والله، يعني الحياة في النص رقفت بنوبة، لا بنزين لا غاز لا مواد غذائية، كل شيء ماكو، كل شيء ما بقى. ومع دخول فصل الشتاء تزداد صعوبة تخفيف آلام النازحين الذين تتصاعد أعدادهم بالطراد، رغم الجهود المحمومة التي تبذلها منظمات إنسانية مسابقة الزمن لتطميد جراحهم.